كان يجي لغرفتي كان يفوت عندي ويقعد عندي لنداش ساين قاعد معي تاي معي تاي معي لاني فاجر الفيلم هو ما عارف ايش تفعل يعني تنزل تسيئ آية كان مثل أخوي لأنه لما كنا نطلع برا كنا سوية أنا ويا وسيمون ولارسون كل هاي الشلة كانوا دائما بحس إنه بأمان لأنه رجال لأن كان رجال أنا قلت لك قبل شوي لأن كان هو بيصرف ناضج كان ماتشور وكان كتير بيهتم بالناس كتير ولا مرة شفته أجزاء حدا ولا كان دائما يهتم وبيهمه الناس الله يرحمه. باميلا أنا تعرفت على خالد من 6 سنين كنا بالمدرسة مع بعض كان هو جاي من غير مدرسة وتعرفنا كنا مع بعض لأجانب كنا نضل على طول مع بعض وشفت أنه شاب كتير منيح وهائل وهيك وكنا نضل قاعدين مع بعض هيك من وقتها بعرفه يعني وكل ما بشوفه بنحكي وبسلم عليه الله يرحمه. على قصة الصحشور أنت تعرفت عليه قد ايش صلك تعرفه؟ انا صار لي اعرف خالد من ما اجى لهون دايما كل صيفية كان يتسبح معنا دايما كان ينط وينط وياخذني معه حتى اذا ما بكمل انت اكلي شيء صحصح منه؟ دايما هوي على الوسمة دايما ما في شي عاطل ولا عاطل كنا بدنا ناخد الستودنت من بعيد كلمتك الله يخليك ما تسمع كلمتك عن خالد انت كلمة وصف خالد بكلمتين ما فيه كله حلو كله حلو كله حلو ها هني كلمتين كله حلو كله حلو أحلى شخص أحلى خالد أحلى خالد في الدنيا كنا بنقول له أنا بتذكر أول مرة لما جاء أنكل لنا قلت له يقوم قلت روح لعنده شوف مين هو روح شوفه راح لونيكو وانا انترتو برا الباب لما اجوا مع بعض الله يخلي لك اخواتي